اهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير وسعادة. النهارده معانا حلقة جديدة عن ديكور شبابي سهل جدا، والديكور ده رخيص جدا في سعره وبسيط جدا بالنسبة للنجاش. هو شغال ده بيبقى عبارة عن تب وعلب سبراي، والفنان بيجيب اول حاجة يقيس الجنب وبيقسمه كل 30 سنتي بيعمل علامة، وبعد ما يعلم 30 سنتي بين كل واحدة والتانية يشد تب عند العلامة في الزاوية زي ما حضراتكم شايفين فوق عند يده كده، تمام. بيعمل علامة بقلم رصاص، بحط التب قبلها على العلامة من الناحية التانية، بحطها يبقى بتحط التب من الأول في الآخر، تمام بالشكل ده، تمام. وبيفضل باللازم تشتغل بتب كويس يكون شديد معاك، عشان خاطر لو التب ضعيف التب هيخلع تاني وهتتعب تاني وهتفضل تشد من جديد، لكن اتأكد ان هو التب كويس. وانواع التب كتير في السوق، يعني منها مثلا اشهرها تب السويدية، كويس جميل كويس تمام. في شركات تانية برضو كويسة. بعد ما شد الشكل ده هيبدأ يشد بالعكس الاتجاه، نظام زي سامبوكسات برضو نفس المقاس 30، هتبقى العكس والفنان بيشد زي ما حضراتكم شايفين. هتبقى دي 7 زي 7 في 8، يديله الشكل الجميل ويفضل يشد برضو ويكمل الجنب كله نفس الشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. التب اللي هو شغال بيه 1 سنتي، لان 2 سنتي عريض، فده 1 سنتي. وانت حابب زي ما انت تشتغل تشتغل باتنين بخمسة زي ما انت عايز، بس هو التب كويس ال1 سنتي عشان ما يعملش وسع جامد، حجم اكبر في عند الرش او الفاصل بينهم وبين بعض تبقى كبيرة، فهو شغال بال1 سنتي، بيقول ان هو مناسب وكويس معاه شغال بيه على طول. هو قبل كده بيقول ان انا اشتغلت بال1 سنتي كويس، وبيجيب بالواطي كله خلاص ما بيجيش بيطول، فبيجيب العالي برضو زي ما هو ماشي على نفس العلامات اللي هو معلمها، شد التب للآخر على نفس العلامة اللي هو معلمها، لازم تعدي عليها بيدك كده عشان تلزق، تبي بيلزق في الحيط، تأكد ان هي متساوية ما فيهاش التب مش مكسر او معضعض كده، لازم تبقى مفرودة عشان ما تيجي ترش وتخلع في الاخر يبقى كله متساوي حتة واحدة. اهم من الشغل ظبط الشغل. وبدأ كده استخدم الاسبري وبيمشي على الاسبري زي ما حضراتكم شايفين من الداخل من التب من جو، بيفضل يرش بعلبة الاسبري رايح جاي، تأكد ان هي اتغمق اللون، تأكد ان هي سابت مكان الاسبري. والاسبريهات كتير في السوق، من اشهرهم شركة السويدية برضو منزلة اسبري كويس، وفي الشركة الهندية شركات كتير خالص اسبري، انا بقول بس يعني ايه متوفر. في برضو اسبري جي 5 كويس برضو ممتاز، كده هو خطط الجنب كله بالتب عكس بعضه، تفضل الرش هو شغال من فوق لأسفل. برش الجنب على طول، السبراي الاستخدامات كتير، ممكن تشتغل بيه برضو بالاستنبات الخشبية، أو تشتغل بيه برضو بقطع كرتون تعمل بيه أشكال،
او تشتغل بيه برضو بالتب زي ما حضراتكم شايفين. بصراحة حلو خالص لو انت مش معاك كومبريسر، هتبقى الاسبري معاك بيسهل لك برضو وقت. وعلى فكرة الديكور حلو وشكله جميل ومخدش وقت معاه، عكس الديكورات التانية ممكن ياخد معاه يوم كامل عشان يعمل جنب، لكن ده الديكور كله ما يعني خد له تقريبا ساعة. والجنب كبير زي ما حضراتكم شايفين. كده خلص الجنب الصغير اللي هو فيه اخر حاجة اهو في الزاوية زي ما حضراتكم شايفين. وانت شغال قبل ما تخلص كده رجع علبة الاسبريه عشان ممكن يكون باقي فيها شوية. كده الفنان خلص الجنب رشه كله. نحن اشتغلنا باسبريه لون ابيض، انت ممكن حضرتك تشتغل باسبريه بني او او عسلي او احمر او ازرق او اخضر او رصاصي او فضي، اي لون انت مناسب يشتغل معاه اشتغل باللون اللي رايحك. وده قلنا ندي فكرة برضو، ده ديكور معمول بالاسطمبة بقلم الدوكو، وبعد ما خلصوا الفنان دهنه جليز، وبعدين ده السقف معانا مدهون فلاور، بعدين دي أوضة نوم مدهونة لون بينك روز غامق، وعامل فيها ادي الفلاور في السقف. وده شكل ستارة لون كمبيوتر فاتح لون غامق نبيتي، وفلاور في الجنب، وحاط فوقيه سواريه. وده أوضة تاني برضو السقف فلاور فضي وذهبي ناري في الكورنيشة. وده المطبخ سقف فلاور نبيتي ولون كشمير. ده الجنب خالص من خلص خالص من الاسبري زي ما حضراتكم شايفين الجنب ضخم. ده السقف بتاعه مدهون فلاور موف. هيبدأ الفنان كده خلص بعد ما خلص رش الاسبري هيبدأ يخلع التب، خلعه كده بالراحة يبدأ بها في البداية ويسحبها كده هتطلع معاه بكل سهولة. ولازم تشتغل بالأرضية تبقى معاك بلاستيك قوي، لأن البلاستيك لو ضعيف هيطلع معاك التب هيطلع معاك باللون اللي تحتيه، فهتضطر كده هيبقى شكله وحش تدهن من جديد. فأتأكد إنك تشتغل ببلاستيك كويس. وزي ما حضراتكم شايف الشكل طلع بين الاثنين، مكان التب لون والجنب لون تاني. هيدي الفكرة من الديكور اللي معمول النهاردة. زي ما حضراتكم شايفين الفرق. شوفنا مع بعض جنب الديكور، يا رب يكون عجبكم ان شاء الله. واكتب دهانه عامل ازاي. واخر حاجه في اخر مرحله وهي الزراير، والزراير دي انت ممكن تركبها زي ما انت عايز، فضي او اسود اي لون، بس نحن جينا الفضي اشيك لون فيه علشان خاطر الفضي بيلمع وليبر في الاضاءه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وضغط اللايك، واكتب اي حاجه عايز تعرفها عن مجال الدهانات. شكرا لكم، شكرا للمتابعه.